الواطبة تحية في هذا الصباح من أرضية عاصمة الميادين ميدان الوثبة لانطلاقة هجين أصحاب السمو الشيوخ لهذا اليوم لسن الثنايا. ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا الأول للقعدان الثنايا من هجين أصحاب السمو الشيوخ رحلة الأشواط 8 كيلومتر، حيث من تتابعون عبر قناة هنا ياسر رياضية وقناة دبي رسنج وقناة الكاس. والجائزة مشاهدينا الكرام 180 ألف درهم بالانتظار للفائز بالمركز الأول. نذهب مباشرة لنتعرف على المقدمة وعلى الصدارة من يتقدم عالي من هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدم لنا عالي مع المقدمة والصدارة. ثاني المراكز أصيل من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل المري في عملية تضمير البرنس من يرافق هذا الشعار. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث وأرى النادر لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتابع لنا عالي والنادر، عالي مع المركز الأول والنادر مع المركز الثالث. رابع المراكز ينطلق أدهم، تعود الملكية لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري في عملية التضمير والتدريب. نقلة مباشرة إلى رابع المراكز أو خامس المراكز اللي بدأ يتقدم في هذه اللحظات، هناك شمشير لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل المري، من يتابع المساري والانطلاق. انتقل مباشرة بدوري مع المركز السادس ونقد شاهين من هجل العاصفة غياث الهلالي في متابعة التدريب والتضمير. سابع المراكز شاهين من هجل العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير. أما اللي في المركز الثامن من يتقدم ملهم لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي، من يقدم لنا هذا الشعار والانطلاق، من قدم لنا هملولة في الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح مع الفوز والانتصار، يقدم لنا ملهم في هذا الشوط محتلا مع المركز التاسع. عاشري المراكز يتقدم في هذه اللحظات ويصل مشاهدينا الكرام أمير تعود الملكية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك المهيري، من يتابع انطلاقه ويرافق شعاره. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام والنداء الأول لشوطنا الأول للقعدان الثنايا هجن أصحاب السمو الشيوخ. لا نعود إلى مقدمة الشوط ولا نعود إلى عالي وهو على الكادر العلوي، يتقدم الجميع مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول بشعار هجن الرياسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري أبو سعيد، من يرافق هذا الشعار مع المركز الأول. ومع المركز الثاني يتقدم النادر بنفس الشعار والمالكي والمضمر. ثالث المراكز اللي في المركز الثالث من ياتينا أدهم لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة محمد بن عبد الله بن شريم المري، يتابع انطلاقه ومساره مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع ياتي أصيل لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل المري في عملية التضمير والتدريب، من يقدم لنا هذا الاسم هو الانطلاقي لأصيل، ويقدم أيضا شمشير لهجن الشحانية جار الله بن عقيل المري، يتابع المساري والانطلاق البرنس بهذا التقدم الممتاز محتل مع المركز الخامس. نشوف اللي في المركز السادس والمركز السابع، هناك شاهين وشاهين المملوكات لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي في عملية تضميرهن، محتل المركز السادس اللي هو شاهين وسابع المراكز شاهين. ثامن المراكز ينطلق مباشرة وياتي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من يغير إلى المركز الثامن وياتي ملهم لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي، من يتابع المسار. تاسع المراكز ياتينا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، وعاشر المراكز هناك أمير تعود الملكية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك المهيري في عملية تضمير وتدريبه. النداء الثاني للشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح، لا نعود إلى مقدمة الشوط، لا نعود إلى سكان المقدمة في هذا الانطلاق الأول، ما زال المسيطر والمتقدم هناك عالي، عالي على الكادر العلوي، يتقدم الجميع في مقدمة الشوط ومن يرافق عالي النادر المملوكات لهجن الرياسة بمتابعة بوسعيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتابع لنا المسار والانطلاق ويرافق هذا الشعار اللي صار وقال. المركز الثالث ثالث المراكز ياتي مباشرة أصيل لهجن الشحانية جار الله بن عقيل، من يقدم هذا الانطلاق والمسار بدأ يغير أصيل، يغير من مركز إلى مركز بشعار هجن الشحانية، ولكن يتقدم في هذه
اللحظات من يات يدهم لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، من يضم لهنا محمد بن عبد الله بن شريم المري في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع شمشير لجنة الشحانية جار الله بن عقيل المري في عملية تضميره محتل مع المركز الرابع. المركز الخامس النادر لجنة الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع المساري والانطلاق ويتقدم مباشرة مع المركز الخامس. المركز السادس والسابع شاهين وشاهين المملوكات لجنة العاصفة غياث الهلالي في متابعة تضميرهن. المركز الثامن ياتي ملهم لجنة الرياسة ويتقدم في هذه اللحظات الظافر علي بن ميل الوهيبي الوصول من امير لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان عوض بن مبارك المهيري في متابعه تضميره. هكذا النتيجه والنداء الثالث، ونعود الى مقدمه الشوط، لا نعود الى سكان المقدمه، لا نعود الى القياده والصداره والوصول الى جسر العبور. جسر العبور بدينا نقترب من لافته الثلاثه كيلومتر عن خط النهايه وعن ناموس هذا الشوط الاول الرئيسيه سلام، وعن الجائزه 180,000 درهم بالانتظار للفائز بالمركز الاول لهؤلاء المؤسسات العملاقه. لنا عوده الى عالي، عالي ما سلم المهمه، ما زال يكمل المسار، ما زال ينطلق على الجميع في مقدمه الشوط ومع المركز الاول، وعبرنا من جسر العبور بالاتجاه الصحيح والسليم، وعالي مع مقدمه الشوط. هجن الرياسه هي من تسيطر مع الصداره، تسيطر مع القياده بقياده بوسعيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدم لنا انطلاقة عالي في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني أصيل يتقدم لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل المري، من يقدم هذا المسار محتل مع المركز الثاني. المركز الثالث شمشير لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، يقدم هؤلاء الأسماء، يقدم لنا مشاهدينا الكرام بهذا التقدم لأصيل ولشمشير مع المركز الثاني والثالث. رابع المراكز أدهم لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة محمد بن عبد الله بن شريم المري في عملية تضمير أدهم، يتقدم مباشرة ويحتل المركز الرابع. المركز الخامس ينضم النادر لجنة الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع المساري والانطلاق لعالي الصدارة، ومع المركز الخامس النادر. المركز السادس شاهين لجنة العاصفة يتقدم مباشرة غياث الهلالي، سابعي المراكز ياتي مشاهدين الكرام شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي، من يتابع المساري والانطلاق. وصول مشاهدين الكرام من ملهم لهجن الرياسة مع بولي مايل الظافر علي بن ميل الوهيبي، من يتابع انطلاق ملهم بدأ يقترب ملهم ويلهم المراكز، وعين لناموس هذا الشوط أمير يتقدم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك المهيري الخبير من يرافق الشعار العناوي. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، ونعود إلى البداية، لنعود إلى عالي، عالي ما زال هو المسيطر منذ انطلاق الشوط وهو مسيطر مع مقدمة الشوط مع المركز الأول معلن حضوره بيتقدم ممتاز في هذا الصباح مع الشوط الأول الرئيسي. هجن الرياسة بالفعل هنا مع مقدمة الشوط ومع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بدت القعدان الثنايا تقترب بعض لبعض. المركز الثاني شعار هجن الشحانية، هناك شمشير وهناك أصيل بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري الواصل والمتقدم النادر، بدأ يتقدم بشعار هجن الرياسة مع المنعطف الأخير ومع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هنا ملهم أدهم يتقدم لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، هناك محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري. هجن العاصفة تقترب مع شاهين غياث الهلالي يتابع المسار، بدينا مع الخط المستقيم ولا نعود من يحمل الرقم واحد يحب هذا الرقم، متعود لهذا الرقم، عالي هو عالي في مقدمة الشوط، ما سلم المركز الأول، ما سلم الصدارة، بدأ يشن الغارة إلى خط النهاية لناموس هذا الشوط في هذا الصباح. أن يهدي هذه المؤسسة العملاقة، هذه المؤسسة الكبيرة، هجن الرياسة غادرنا ودخلنا غلاف الكيلو الأخير، وعالي عالي مع المقدمة، عالي مع الصدارة،
لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الثاني صدرت الأوامر شمشير لهجن الشحانية البرنس يا سلام، جار الله بن محمد بن عقيل المري، المركز الثالث أصيل لهجن الشحانية، رابع المراكز النادر لهجن الرياسة، ولكن لنا عودة مع المقدمة، لنا عودة مع صراع الأقوياء والأبطال، هجن الرياسة، هجن الشحانية، عالي عالي مشاهدينا الكرام، وياتي شمشير لهجن الشحانية، بدأ يتقدم مع اللحظات الأخيرة، بدأ يغير ولكن عالي ما يسلم، عالي ما يرضى، هجن الرياسة، هجن الرياسة تقدم الأسماء، تحرك مشاهدينا الكرام، أصيل لهجن الشحانية، جار الله البرنس من الجانب الآخر عالي، النادر قادم، الناموس وين؟ الفوز وين؟ شحاني ورياسي بالفعل مع هجن الشحانية، بدأ يسيطر مع الناموس، بدأ يسيطر مع المقدمة، إن لم يكن النادر مع كلام ثاني، مع المركز الثاني، ولكن أصيل، أصيل بدأ يتقدم، أصيل انطلق لناموس وفوز لهجن الشحانية، هناك جار الله بن محمد بن عقيل المري البرنس، يسعد لي صباحك هنا على هذا الفوز والإبداع والانتصار، تهانينا لهجن الشحانية والتهاني لجار الله بن محمد بن عقيل المري المركز الثاني، هناك والثالث النادر وعالي لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الرابع من وصل شمشير لهجن الشحانية، خامس المراكز شاهين لهجن العاصفة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصوله إلى خط النهاية، أصيل معلن الفوز والناموس، مهدي هجن الشحانية هذا الانتصار، مهدي البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري من تابع لنا هذا الانطلاق ورافق هذا الشعار مع الفوز والناموس والإبداع والانتصار، توقيته الزمني مشاهدينا الكرام في انتظاره اللي هو أصيل لهجن الشحانية، تهانينا والناموس للعنابي على هذا الفوز والانتصار في هذا الصباح مع الشوط الأول الرئيسي للقعدان، نال شرف الناموس والتهني للبرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، قاطع المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام 12 دقيقة 24 ثانية 8 من الأجزاء، ثانيا من حل فيها النادر لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، قطع المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام 12 دقيقة 25 ثانية 4 من الأجزاء، عالي ثالثا لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، تهانينا والناموس، توقيت زمني 12 دقيقة 25 ثانية 26 ثانية جزئين من الثانية، هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس للجميع. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام مع هذه الانطلاقات الخاصة بسن ثنايا وهجن أصحاب السمو الشيوخ التي تنطلق مع أيضا خبراء التضمير الذين يتابعون هذه الهجن المتنافسة في ختامي الوثبة، حيث أعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط الثالث الخاص بالبكار الثنايا.